هكذا بدأ المشهد لإعادة تفعيل أنشطة مركز الأورام التابع للجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال بالقامشلي، حيث تم الإعلان عن توفر 39 صنفاً دوائياً جديداً لجرعات المرضى المسجلين في الجمعية، وبلغ عدد المراجعين في مركزي الحسكة والقامشلي 4004 مرضى من مختلف الفئات العمرية منذ افتتاحهما في أيلول من العام الفائت. نحن الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال، وحاليا الجمعية كانت قائمة من فترة ماضية، وتم علاج 1420 حالة سرطان بجرعات دوائية سرطانية، وحاليا في عنا 39 صنف دوائي جديد للمعالجة. عنا طبيبين أورام يتابعوا الحالات، وحتى في حال عدم توفر الجرعات عنا، فأي جرعة من الخارج يتم تسريب العلاج عنا بالمركز. في عنا كادر تمريضي جيد وكادر إداري، ونتمنى طبعا هي جمعية قائمة على مبدأ التبرعات، يعني لتخديم أهل المحافظة نتيجة التكاليف الباهظة اللي يعني تتطلبها السفر لدمشق وتكاليف العلاج والمعاناة المادية والمعنوية. فنطلب من جميع الكوادر المحافظة، جميع أبناء المحافظة، جميع الفعاليات المشاركة بإنجاح هذا العمل لخدمة أهل المحافظة وتوفير العناء عليهم. العلاج بالجرعات الآن بالمتابعة من قبل الفريق التمريضي، أيضا متوفر لدينا فريق دعم نفسي أثناء المتابعة وأخذ الجرعات في المركز، مع فريق كامل تخصصي نفسي لإعادة تأهيل الأطفال ما بعد المعالجة الكيميائية. جمعية سرطان الأطفال في مدينة القامشلي تقدم للأطفال هذه المنطقة، وتقدم كمان لكبار السن، هي كمان توفر عبء كبير من مبالغ الأدوية، مبالغ السفر، مبالغ الإقامات خارج المحافظة. وفرحة هلا كانت فرحة كبيرة للأطفال، أهالي الأطفال، أهالي المنطقة، عشنا الأجواء الفرحة بافتتاحية هذا المركز. الجمعية ذكرت أن الأصناف الدوائية تسد حاجة المرضى المسجلين في المركز لثلاثة أشهر، وأن لديها مركزين للعلاج المجاني، مشفى اللؤلؤ الحكومي في الحسكة ومركز بنك الدم في القامشلي.